صباح الخير. احنا موجودين في منطقة يشليكوي بمستشفى من مستشفياتها اسمه انترناشنال. المستشفى هذا فيه عائلات عربية وعائلات فلسطينية من ضمن ضحايا تفجيرات مستشفى أتاتورك. الحالة الناس اللي موجودة فيها متنوعة، في منها حالات خطيرة وفي منها حالات جيدة. الوضع صعب، عدد العرب والفلسطينيين الموجودين هون قليلين، وإحنا بحاجة إنه نكون جميعنا موجودين في المستشفيات اللي بنقدر نوصل إلها لمساندة الأهالي اللي حيكون صعب جدا إنهم يوصلوا هون بحاجة الفيزا وإلى آخره. فنتمنى أي حدا بيقدر يتوصل أو يوصل للمستشفى يوقف مع الجماعة ويساندهم، يعني من هلا الصبح نتمنى الكل يتواجد، يعني أي حد فلسطيني موجود في إسطنبول يتفضل. الشباب والصبايا اللي موجودين في اسطنبول، هاي الناس مش ناقصها ولا شيء، مش ناقصها مصاري ومش ناقصها دعم نفسي، الناس موجودة عندها، لكن فعليا احنا هون مالهم مش غيرنا واهلهم مش هيعرفوا يوصلوهم على الاقل خلال 48 ساعة ولا 72 ساعة، احنا عزوتهم هون ووقفتنا كلنا مطلوبة. الله يجيب العواقب سليمة ولعله خير. آمين.